السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم واحد التحلية اللي كتجي رائعة في الشكل والمذاق، كذلك كيجي القوام ديالها قشدي وكتجي لذيذة بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وكتوجد بسرعة بدون فرن. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر اعجاب وتبارطاجوه مع اصدقائكم واحبابكم. نمروا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اذا اول حاجه غادي نقوم بها اننا غادي نضربوا هذه الكريمه ديال الخفق، وحنا كنضربوها غادي نضيفوا ليها 4 ملاعق من السكر سنيده. ممكن تعويض هذه الكريمه السائله بالكريمه باودر ونضيفوا ليها كاس من الحليب البارد. هنا من بعد ما خفقت الكريمه ديالي غادي ندوز باش نضيف ليها واحد كاس من الياغورت طبيعي. ممكن تضيفوا اي نوع نتوما كتبغيو، انا هنا استخدمت بيرلي لكن ممكن نتوما تعوضوه باي نوع نتوما كتبغيو، غير يكون المذاق ديالو كريمي اكثر باش يغني لينا هاد الكريمه ويجي المذاق ديالها زوين وقشدي. هنا اناء اللي غادي نقدم فيه هاد التحليه، انا غادي نستخدم هنا لي بيسكوي بودوار كطبقه اولى، كنغمسهم في الحليب وكنبدا كنوضعهم كما كتشاهدوا في الصوره. ممكن تعويض هاد لي بودوار باي نوع من البسكوي نتوما كتفضلوا، ممكن تعويضهم بهينريس او اي نوع من البسكوي عندكم في البيت. صافي كنبدا كنوضع هذيك الكريمه فوق البسكوي وكنحاول نقاد ليها السطح ديالها، وغادي ندوز باش نوضع الطبقه الثانيه من البسكوي. التحليه كتجي رائعه وكيجي المذاق ديالها زوين وكيجي قشدي اكثر، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، فعلا شي حاجه اللي زوينه وسهله التحضير وما فيهاش يعني ما فيهاش بزاف ديال المكونات وما كتاخدش منها وقت. انا غنستمر بحال هكا كنسوي لها السطح ديالها حتى نقاد لها الوجه ديالها مزيان بعد سباتولا، ومن بعد غادي نغلفها بواحد بلاستيك غذائي وغادي ندخلها للمجمد تقريبا واحد ساعتين، ومن بعد غادي نخرجها باش نزين لها الوجه ديالها بالكاكاو مر. انتم كتشاهدوا من بعد ما خرجتها من المجمد انا كنحيد لها داك البلاستيك الغذائي، وعندي هنا تقريبا واحد الساشي ديال الكاكاو مر ما استعملتهاش كامله فقط النصف ديالها. غادي نبقى هكا كندوزها في ديك الصفاي وكنوضعها على الوجه ديالها. انا غنقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل، كتجي رائعه جدا. كنتمنى فعلا انكم تجربوها، شي حاجه اللي زوينه بزاف والمذاق ديالها كيجي مغاير على الكريمه اللي مولفين حنا كناكلو. كنتمنى فعلا انكم تجربوها، شي حاجه اللي كما قلت لكم رائعه جدا. هذا هو الشكل ديالها، كنتمنى الى جربتوها وعجبتكم ما تنساوش تخليو ليا تعليق زوين، وكذلك تضغطوا على زر اعجاب وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. شكرا لكم. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهد هذا الفيديو وعجبو محتوى القناه، كنتمنى انه يتابونا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو صابوني ويفعل الجرس باش دائما يتوصل بجديد القناه. وشكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله.